يسأل ويقول: أديت فريضة الحج عن نفسي ثم عن والدتي، ولكن كانت والدتي جاهلة لا تعرف تصلي، وكانت لا تصلي إلا الجمعة مع النساء في المسجد، هل هذا الحج صحيح عنها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الحج إنما يجزي ويصح ممن هو مقيم لأركان الإسلام، لا سيما الصلاة التي هي عمود الإسلام، والتي من تركها فقد كفر، الكفر الأكبر المخرج من الملة، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، في أدلة أخرى على كفر تارك الصلاة متعمد. فلا يجوز الحج لا بالمباشرة، أو لا يجزي الحج لا بالمباشرة ولا بالنيابة عمن لا يصلي. فإذا كانت والدتك تترك الصلاة متعمدة ومعها عقلها وفكرها فإنها لا يصح الحج عنها. وإذا تابت إلى الله وأقامت الصلاة على الوجه الصحيح ينظر، فإن كانت تقدر على الحج بنفسها فإنها يجب عليها أن تحج حجة الإسلام بنفسها وأن تباشر الحج، بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع السبيل إلى الحج وجب عليه مرة واحدة في العمر فرض عين على كل مسلم. أما إن كانت لا تقدر على الحج وعاجزة عن مباشرة عجزا مستمرا لا يرجى أن يزول، فلا بأس أن يحج عنها وأن يناب عنها في الحج، لكن لا بد أن تكون محافظة على الصلاة. نعم.